واهل اسرته واخوته الرهبان والراهبات لهم صبرا وعزهم اجرا صالحا سمائيا بشفاعه سيدتنا القديسه مريم وجميع صفوف السمائيين. فلتكن رحمتك ومعونتك مع شعبك، اعطهم برودة وثباتا في ايمانك الارثوذكسي، كن ناصرا لنا نحن المؤمنين، نسجد لك ايها المسيح الهنا مع ابيك الصالح والروح القدس لانك كنت وخلصتنا. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Amen.
صلاحك محبا ما عاشا اصبر ما قص عليك الذي رقب ابائنا بل كن غافرا لنا
ولكل شعبك كصالح ومحب للبشر. اذكر ايضا يا رب جميع ابائنا واخوتنا برحمتك، واخوتنا الذين سبقوا في القادم في الايمان، ولا سيما ايضا يا رب عبدك المجاهد خادمك الراهب سريان الاورشليمي، هذا الذي خلع جسد مستسار الناس واتى اليك ايها الرب الى الاحياء. اذكر يا رب شدائده وتجاربه ومحاربات الشهوه التي قبلها، ولا ترفض شيئا منها، لانه لا يوجد عمل من الاعمال بغير اجر امامك، وان كان قد سقط في شيء من الخطايا فانت ايها الصالح محب البشر قد امرت بان يغفر للناس، يغفر الناس للناس ايضا، فكم بالحري انت ايها الرب الغافر. ليكن دخوله اليك مرضيا بوجه غير مخزي، اذ تقول له تعالى الي، تعالوا الي جميعا متعبين وانا اريحكم. وهذا التمجيد الذي نصل اليك يا رب ليكن مثل بخور مقبول امامك في كل حين. نسالك يا رب ان تلين نفسه في كره الاحياء في موضع النور حيث مسكن سائر الفرحين، لان عندك ينبوع الحياه والرحمه ومحبه البشر، ويليق بك الميت ايها الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ويظهر الدور كله امين. تفضل السلام. قادم. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه ورحمه وبركه من الان ويظهر الدور كله امين. وقت صعب بالنسبة لنا، وتوديع أخونا وحبيبنا أبونا سريال الأورشليمي اللي فاجأه الموت أمس وهو معانا في الصلاة في جبل الصعود. أبونا سريال من الآباء اللي هم أصحاب القلب النقي اللي كان موجود معانا في الدير، تملأه الغير على المكان، شعلة نشاط، بيحب المكان بكل طاقته، خدوم للكل، محب للكل، باذل الحاجة بتاعته مش ليه لكن دايما يوزعها على غيره. والكثير لمسوا هذا الكلام والرسائل اللي جات امبارح كتير خالص، والتعزيات من كل الاطراف، حتى قداسه بابا بعت لنا رساله تعزيه بيعزي وبيقول ان خبر صعب انتقال هذا الراهب الحبيب في هذا السن الصغير، ولكن سفر الحكمه سليمان الحكيم بيقول لنا كان مستوفيا ايام كثيره في زمن قليل. هو عمل كل الرسالة بتاعته في زمن صغير، خلص الرسالة بتاعته وربنا جاب له كفاية عليه كده. أبونا سريال كان ماسك أشغال كتير في الدير، يمكن هي موسمية مش ورا بعض، يعني كل الشمع اللي بتستهلك كنيسة القيامة واللي بنستخدمه في سبت النور هو اللي بيعمله. طبعا بيساعدوا بعض الآباء لكن هو الأساس في الموضوع. حتى في موسم المقدسين لما كانوا بيجوا اي حد كان بيتعب او لا قدر الله بتحصل حادثه وفاه، هو برضه بمساعده الاباء هو اللي بيجري على المستشفيات ويجري على الاسعاف ويجري هنا ويجري هنا لغايه اذا كان حد سليم يعني لغايه لما يطلع من المستشفى ويوصل لغايه المطار عشان يرجع بيته. كان ماسك شغل الاركت، هو اللي بيعمل شغل الاركت في بيت حنينه. كان ماسك الكنايس، هو المسؤول عن توضيب كل الكنايس وكنس الكنايس وتوضيب الاواني وتغيير السطور، فرش المذبح واواني المذبح والاطقم وكل حاجه، الشمعدانات والشوارب والبخور والفحم، كل حاجه كان هو اللي ماسكها. وكان لما يجي حد مسافر او حد جاي من السفر ايه الحاجه المسؤوليه في المطار، جري ياخد العربيه ويطلع جري يجيب المسافر او اذا كان حد مسافر يوصل لغايه المطار او الجسر. فكان هو على طول
الدنيا بتاع الشغل اللي ما بيكلش وما بيملش وما بيقولش تعبت، كان على طول اخرها نصب الخيمه اللي صبينا فيها امبارح، الخيمه بتاعت الصعود هو اللي عاملها بايده، هو اللي مجهزها. طبعا عارفين الخيمه الموضوع مش سهل، احنا بنصلي جبل الصعود مكان مفتوح، لازم تتشد خيمه واكسد حديد ومواسير حديد وتشد عليها اخيام وقصص كبيره عشان يتعامل جسم الكنيسه اللي بنصلي فيه قداس. هو اللي كان عامله واخذ الناس طلع من الساعه 5 الصبح عشان يجهز المكان اللي هنصلي فيه، والمنجليات والكتب والبخور الى اخره كل حاجه. وقف معانا اخر حاجه في العشيه، هو اللي كان بيوزع كل الصلوات لان هو كنيسه، هو اللي بيوزع لنا المزامير، هو اللي بيوزع الصلوات على الكل لغايه اخر نسمة فيه وبيسالوه هنصلي فين، مشيت الانجيل بيشاور لهم على المكان بتاع الصعود وهو بيشاور احواجه، يعني هو بيمارس شغله لغايه اخر لحظه في حياته، بيمارسه بكل امانه وبكل غيره وبكل محبه، محدش كان بيضغط عليه. هو اللي كان بيطلب احنا رايحين بكره جهزوا لي في كذا وكذا وعاوز كم واحد من العمال والشباب عشان يساعدوني، وهو اللي يجي الجري عشان يجهز كل حاجه. لكن ربنا عاوزه، هو ربنا شاف ان هو اشتغل كتير تعب كتير وكفايتها. طبعا نسيت ما اقول لكم ان هو اللي كان مؤسس مدارس الاحد وتعب كتير مع الاولاد في مدارس الاحد وفي الرحلات وفي الانشطه وفي الدروس والى اخره. انا لو قعدت افتكر حاجات كتير كان المنصوريات بيعملها، ولكن طبعا اذا احنا نسينا ربنا ما بينساش، ربنا فاكر له كل حاجه عملها. وطبعا انتقاله ممكن يكون مفاجئ لنا احنا، لكن بالنسبه له هو ما كانش مفاجئ، لان في ادله كتير بتقول ان هو كان عارف. من ضمنها لسه احد الاخوه المدرسين بيكلمنا دلوقتي من شويه بيقول ان هو تعب شويه في ساعه الكورونا، وبيقول لابونا ان انا شكلي هتوفى، فلو توفيت ادفنوني هنا في القدس. فقالوا لا انت مش هتوفى، انت اللي هتدفني هنا. طبعا قاعد يقول له لا ما تقولش الكلام ده، ده انت شاب صغير، ده انا اللي هتوفى. قال له لا، واكد وقعد يصر على انت اللي هتدفني. راح عند ابونا بولا اب اعترافه في الامارات، وقعد عنده 40 يوم صلى فيهم 40 قداس، كان بيصر يصلي لوحده مش عايز حد يصلي معاه. وابونا بولا بيكلمني امبارح قال لي ان ثلاث مرات في فتره ال 40 يوم دي يقول له انا هتوفى السنه دي. فابونا يقول له بلاش الكلام ده، بلاش هزار في حد دي، انت صغير انت. قال له ما تهزرش، انا بتكلم جد، انا هتوفى السنه دي. فهذا التاكيد يدل على ان ربنا مديله احساس معين، مديله علامه معينه، مديله انه مش بيتكلم مجرد كلمه، لكن لا ده باصرار. واخر حاجه دي كانت من ثلاث ايام، هو كان ماشي مع احد الشباب عندنا في الدير، والشاب بيسال بيقول لابونا من ساعه ما رجعت من السفر وانت مبسوط كده وشك فرحان؟ قال له الفرح بتاع السنه دي. فاحنا بالنسبه لنا الخبر مفاجئ، بالنسبه لنا كانت صدمه، لكن واضح ان بالنسبه له هو كان عارف. احنا نقول له يعني انت عملت اللي عليك، اكملت سعيك واكملت شهاده، وجه معاد التكليف، جه معاد ان ربنا يديك اكليل على مجهودك وعلى تعبك وعلى امانتك. اسيب الكلمه لسيدنا الحبيب اللي دايما بيكون معانا في كل المناسبات وبيشاركنا كل المشاعر. بنشكر كل الحضور، بشكر الاخوه السريان والاخوه الارمن على حضورهم وابونا يوحنا، وبنشكر كل الحاضرين. فضلك. صاحب النيازه والسياده المطران الانبا انطونيوس الموقر، اخوتي الاباء الكهنه الاجلاء
الشمامسة الرهبان الراهبات شعب هذه الكنيسة وهذه الرعية، ودعنا عيد القيامة واستقبلنا عيد الصعود الإلهي، ولكن مع وداعنا للقيامة المجيدة ودعنا أيضا أخا حبيبا وكاهنا جليلا ورعا، كان لي الحظ أن أكون حاضرا وقت سيامته الكهنوتية، فكان وجهه وجه الملاك، وجه القداسة والبركة، وجه الكاهن الورع الخادم للكنيسة المقدسة. ما سمعته عن الأب الرادد على رجاء القيامة والحياة الأبدية، إضافة إلى كل ما قاله صاحب النيافة، ما سمعته عنه أنه كان محباً للوعظ، محباً للتبشير، تتميماً للوصية الإلهية: ويل لي إن لم أبشر. كان يعلم الكبار والصغار الكلمة الإلهية، ليس فقط من خلال كلماته ومواعظه، بل من خلال سلوكه ومحبته ورصانته وتواضعه. كان نموذجاً للكاهن المحب، الكاهن الورع، الكاهن الخادم لكنيسته بكل طاعة لرئاسته الروحية. صاحب النيافة، شكراً لكم على إتاحتكم الفرصة لنا أن نشارككم هذه الصلاة الجنائزية. شكراً لكم على محبتكم. أعزيكم من الأعماق. هذا كاهن سيما كاهناً بوضع يدكم المباركة، ولذلك هو ابن روحي لكم. نعزيكم ونعزي بالطبع قداسة البابا توادرس صاحب القداسة والغطة، ونعزي كافة الأساقفة في الكنيسة القبطية الشقيقة، نعزي الآباء الكهنة الأجلاء والرهبان والراهبات وشعب هذه الكنيسة الذين يودعون اليوم هذا الكاهن الجليل. نحن في إيماننا الأرثوذكسي دائما عندما نودع الراقدين نقول لهم: فليكن ذكركم مؤبدا، لأننا نؤمن بالأبدية، نحن أبناء الأبدية. قيامة الرب يسوع المسيح لم تكن من أجل ذاته، بل من أجلنا، من أجل قيامتنا. ولذلك أبونا نحن نودعه على الأرض، وبعد قليل سوف يوضع جثمانه في التراب. نحن نودع، ولكن الرب يسوع المسيح هو الذي سيستقبله في السماء مع القديسين والصديقين الأبرار. في يوم الصعود الإلهي، عشية خميس الصعود، كان رقادك وكأنك صاعد مع الرب إلى السماء، وكأن مسيرتك هي مسيرة صعود نحو الآب السماوي. فليكن موضعك في الفردوس مع القديسين، وكما خدمت الكنيسة الأرضية بصلواتك وعطائك وترانيمك، بدءا من اليوم سوف تكون في الكنيسة السماوية حيث القديسين والصديقين. وليكن ذكرك مؤبدا، المسيح قام حقا قام. إيرين مازي أنا مازي أيها سيدنا
كلمة الله قطع بطاطا تاني فبقى لا مخلص المحيط إذنك أخوي كلمة القدسين وصوت هارقا أنا أقدر بحفظ ما أفرت الله قطع وفرق لما أن سكتموا على عين سكت أنت الآن أدنى سيدنا من قبل وسط الله أخرى من تعالى جميعا وفتنا في كثير قدس في زمان من حفر خطاب تحق للربط الزرق الناس الواقل من صلاحك من كل بشر عن عبيدك أباء أخرتي وضعف عن هذه النفس التي لأبونا الشريال ارزقنا رحمتك يقطع كل ربضاء خطايانا كنا قد اخطانا اليك شيء بعلم او بغير علم بيضع قلب في القول فكر بصغر القلب فانت سيد عبد الله بش خصام محمد البشر اللهم نعنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا حاسا شعبك من الله لخوفك قومنا رضي من معبد سرعك وصنع مسيح لك الان وقنا عبد الظلمين وجعلنا مستحقين نقول بشكر نيابنا الذي في السماوات الشمامس هيقولوا الحمد بتاعه الصعود والقيامه الاخوه الاباء هينظموكم تدخلوا صف واحد يلف حوالين السنبيب بتاخدوا بركه ابونا تلفوا من الناحيه دي وتلفوا واثنين ترجعوا من الناحيه الثانيه عشان بعد كده هنزفوا ونطلع لبره على طول هنزفوا وندخل في الهيكل ونطلع لبره على طول هنديكم فرصه دلوقتي صف بس الاباء ينظموكم تدخلوا من الناحيه الثانيه ونلف حوالين السنبيب ونطلع بحيث كل واحد في الكنيسه ياخد درجه Thank you.
Thank you.